حفلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبه والسلام. يتجدد لقاؤنا هنا من هذا المكان تحفه ميادين السباقات في ثاني ايام ختام هذه المكرمه تمهيدي المرموم، مكرمه سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير الماليه التي اطلقت اول ختاميات هذا الموسم هنا على تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم. اليوم هو يوم خاص بسن الإذاع والمنافسة في هذه الفترة الصباحية لانطلاقات أبناء القبائل في 12 شوطا بإذنه تعالى، سوف تكون حافلة بالقوة والندية والإثارة والتحدي. بسم الله وعلى بركة الله أعلن انطلاق الشوط الأول، الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل، في انطلاقنا في رحلة صباحية أولى تدشن رحلة الساعات في الأشواط الرئيسية الأربعة والجولة الأولى من جولات هذا الصباح المثير. ننطلق مشاهدينا الكرام إذا من خلال المتابعة في هذه الأشواط لمسافة 5 كيلومترات والتي تحمل قوة وإثارة الزود على القمة والبداية، وتحركات هنا عاشق السلالة الشاهينية ما شاء الله، هي زود أساسا وانطلاقا، هي أيضا تحمل كل قوة وكل إثارة وكل منافسة. الله 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 الله، 600 متر الأخيرة الصمود هناك من الزود على القمة والمحاولات قادمة من أملاك في المركز الثاني لتجاوز هذا الانطلاق وتجاوز هذا التحدي. أملاك أم الزود؟ الزود أم أملاك؟ أملاك أملاك، سيطرة الأملاك، ارتفعت أسهم أملاك، ارتفعت أسهم أملاك. وصل طابق خليفة بن حاسوم الدرمكي يعلن هذه البداية ويسجل أول إنجازاته هذا الصباح. شوف إشراقة الشمس كيف تحمل هذه اللحمة ما شاء الله وتبارك الله، مشكور يا أبو خليفة، سلطان أبو خليفة بن حاسوم الدرمكي في هذه اللحظة. سلام عيناوي يتوقع، سلام وتحدي أيضا ينطلق مع هذه اللحظات. تهنئة والناموس السيد سلطان أبو خليفة بن حاسوم الدرمكي على فوز أملاك، وارتفعت الأسهم يا أخواني عشاق الأسهم أيضا في أملاك الشوط الأول. المركز الثاني زود أحمد بن خليفة سلطان بن رشيد، المركز الثالث هنا ابتهال حمود بن عبد الله بن سالم العسكري، وهملول علي بن عبيد بن رشيد في المركز، وهناك المركز الرابع الخامس شاهينية محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي. هنا العودة إلى القمة والبداية والانطلاق الأول، وهذه هي أملاك أملاك. سلام يا العيناوية، صباحكم فل. سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي مع الأملاك، 7:46 أيضا توقيتها الزمني، مشكور يا بن حاسوم. المركز الثاني كانت الزود أحمد بن خليفة بن سلطان بن رشيد، 7:47 في هذه اللحظة وفي هذه الإثارة. ثانية والناموس. والمركز الثالث جاءت انطلاق التحدي من ابتهال حمود بن عبد الله بن سالم العسكري الذي وصل أيضا بالمركز الثالث. تهنئتنا والناموس على هذه الانطلاقة والتوقيت الزمني الذي جاءت به ابتهال. 7:58 4 من الأجزاء من الثانية.